كده كده على الشاشه كويس. تمام عشان نعرف بس قول قبل ما نحطه على الشاشه بس عشان ما يحصلش تاويل عشان ما يحصلش تاويل شيله عشان نتفق على ايه سيكونس بتاع الحوار عشان ما يبقاش فيه تاويل او تفسيرات مغالطه يعني ده الهدف منه حاجه واحده بس نفهم الناس دي اللي هي عناصر اللعبه كلها من اول انديه حتى الجهات اللي بتساعدنا انا بقول بتساعدنا الامن بيساعدنا مش يعني عشان ما يفسرش الكلام ان احنا يا جماعه في وضع استثنائي ولازم الناس كلها تقبل ضغط مباريات ولازم تقبل حاجات كتير جدا لان غير كده الموسم مفيش موسم هيبقى صعب جدا كويس. جدا تمام كويس فاحنا بنقول النهارده لو حابين يعرضوا يعني يلا بينا بقى مشكله يلا يا جماعه وانا مع حضراتكم اهو مع هنشتغلها ماث او حساب يعني يلا النهارده الموسم ده راجع يوم 6 اغسطس مش كده راجع 6 اغسطس 6 اغسطس الموسم اللي جاي احنا بنقول انه لازم يخلص 30 يونيو عشان الاولمبياد كابتن شوقي عنده الاولمبياد يوم 23/7 فبنقول انه لازم يعني ده كده احنا كمان يعني الموسم اللي جاي يخلص 30 يونيو 2021 تمام كده عشان عشان حتى اللي بعده يبتدي في سبتمبر لان اللي بعده ده في كاس امم افريقيه وفي كاس عالم عسكري وفي حاجات كتير كويس فمن 6 اغسطس ل 30 يونيو دول 329 يوم كويس حلو ماشي ده دي اول شريحه يلا ننتقل بقى ناخد اللي بعده الدوري بيقف امتى الدوري بيقف في حالتين في الارتباطات او الاجندات الدوليه كويس وارتباطات الانديه في المسابقات القاريه طيب عندنا ايه في 2020 عندنا اجنده في سبتمبر دي هتتلغي اتلغت خلاص سبتمبر بنعمل يعني عليها ما جالناش رسمي بس هي هتتلغي تمام كويس عندنا اجنده في اكتوبر واجنده في نوفمبر حلو كويس الاجنده الدوليه برضه عشان الناس تبقى فاهمه يعني انا بنخاطب الناس كلها الاجنده الدوليه عباره عن فتره 9 ايام من يوم الاثنين ليوم الثلاث اللي بعده يعني بتخصص للمنتخبات ويوم بعدها كمان ما بنلعبش لان اللعيبه بتبقى لسه راجعه من دول مختلفه فالاجنده تقريبا بتوقف الدوري ما بين 10 و11 يوم كويس فعندنا اجندتين في 2020 اكتوبر ونوفمبر فدول 20 او 22 يوم تمام في 2021 لو يجيبوا لنا الشريحه اللي بعدها اصبر. يعني اصبر طيب. ارجع لاكتوبر بس عشان ده مهم لانه صدر بيان النهارده من الكابتن حسام البدري انا حتى ما عرفتش اقراه يعني ما فهمتوش حتى نشدته ان يبقى الصياغه عشان نعرف نفهمها يعني هل تم الاتفاق بينكم او بين اللجنه وبين جهاز المنتخب انه معلش فوت اجنده اكتوبر عشان الموسم ينتهي ولا كابتن حسام البدري اللي قال مش هقدر هيكون لسه السيزون راجع وبالتالي مش هقدر اخد اللعيب في توقف ولا الدنيا شغاله هو مبدئيا بس كابتن حسام متعاون جدا تمام كويس بس هو يفوت الاجنده ولا ما يفوتهاش ده هيعتمد على الاتحاد الافريقي هيلعب ايه في الاجنده هل هيلعب ماتشات تصفيات سواء كاس عالم او كاس امم ولا هيلعب ودي اللي انا عارفه انه فريندلي يعني ما فيش لسه لم تحسم حتى اللحظه يعني ما جالناش حاجه رسمي فهو راجل قال لك يعني بلاش نسبه الاحداث لو ودي هنتكلم لو الافضل ان الدوري لو ودي انت لو ودي هتوقف دوري ولا مش هبقى انا نفسي طبعا نلعب دوري يعني طبعا لازم نجري في الدوري لاسباب كتير منها القيد الافريقي ومحتاجين نخلص الموسم ومنها حاجات كتير جدا يعني اعتبارات كتير جدا يعني لو في اجنده في اكتوبر دوليه وديه تفضل ان المنتخب ما يتجمعش اتمنى يعني وانت بتقول ان في تجاوب من جهاز المنتخب معك هو يعني هو ما كانش هو متعاون دايما كابتن حسام عشان اديله حقه يعني بس هي في الاخر الامر في ايد الاتحاد الافريقي هل هيلعب رسمي ولا ودي ما احنا قلنا الديبنز بقى على برضه لازم نقول حاجه ما هو في كابتن حسام بدري وفي برضه كابتن شوقي غريب راجل عنده اولمبياد فبرضه عشان الاطراف كلها تبقى موجوده واحنا بنتكلم يعني في كابتن شوقي لازم برضه يدي الابروفل يعني ما هو انت حضرتك بتقول انه استثنائي لا طبعا فانت عايز الناس استثنائي فكمان الناس اللي في الاتحاد لازم تساعدك يعني وانا ده الغرض من الشرايح دي ان احنا نوضح للناس الصوره يعني لان انا شايف ناس كتير بتقول ايه المشكله هنلعب مش عارف 7 ماتشات في شهر ديسمبر و7 في يناير وهنجري في الدوري الموضوع مش كده خالص فعشان كده انا بعملها حسابيا حلوة. يعني نوفمبر عندك مشكله انه يبقى في اجنده تتلعب لا نوفمبر دي هتقام وغالبا هتبقى تصفيات كاس عالم او كاس امم تمام يعني. يبقى انت عامل حسابك انه خلاص سبتمبر تم الالغاء اكتوبر تتمنى حتى لو ما فيش الغاء انك تكمل الدوري عشان تنهي الدوري معاك لكن نوفمبر ما عندكش مانع هتبدا يعني تعرف راسك من رجليك شويه نوفمبر اصلا مش في ايدينا ان احنا نمانع يعني طيب ده